متلازمة رئوية تصيب الجهاز التنفسي والهضمي للإنسان والحيوان، تصل مضاعفات الإصابة بها حد الوفاة في أحيان كثيرة. فيروس كورونا الذي يحاصر بلدة ووهان الصينية ذات 11 مليون نسمة يزحف ببطء نحو العالم. الوزارة متمثلة في الجهة الوصائية المنظمة عن طريق مرشديها أنها تقوم بحملة تحسيسية وتوعوية لكل حاج جزائري للقيام بهذه الإجراءات التلقيحية، ونظن إذا طورت الأمور أكيد على أن وزارة الصحة تتخذ إجراءات جديدة، إذا كان فيه تلقيح جديد أو ما أدري أو إجراءات جديدة وقائية تتخذ بها الجهة الوصية المتمثلة في وزارة الصحة ومنحت باسبور للمتخصص في التلقيحات. تخوفات من انتشار الفيروس القاتل عبر القارات الخمس تطرح على الطاولة ضرورة فرض إجراءات وقائية مضاعفة لحماية حجاج 2020، خاصة وأن عملية تنظيمه وتأمينه تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وغيرها من القطاعات المنظمة لموسم حج كل سنتين تتابع عن بمجريات الأحداث التي تقع إقليميا وعالميا بما فيها إجراء الأخير الذي وقع في جمهورية الصين يتعلق بفيروس كورونا. تنظيم الحج هو عملية تشاركية مع عدة قطاعات بما فيها وزارة الصحة. لا يخفى على أن هناك عمل روتيني يقوم به الحاج الجزائري قبل وبعد ذهابه. كورونا الذي يجتاح الصين وقبله فيروسات وأوبئة خطيرة تعود في كل مرة لتلح على أهمية بناء استراتيجيات وطنية لمجابهتها في إطار حدود الجزائر. فعولمة اليوم أو الكوننا مفهوم تتعدد مخرجاته ومجالاته، مصبها الأوسع تبادل التجارب عبر بلدان المعمورة لحماية الصحة البشرية والاستثمار فيها، وذاك مبتغى يتطلب إرادة سياسية قوية.